أعلن نادي الوحدات لكرة القدم فسخ عقد لاعبه البرازيلي كارلوس بشكل رسمي بالتراضي بين الطرفين. والتقت إدارة الوحدات باللاعب البرازيلي مساء أمس في جلسة مفاوضات نهائية انتهت بالاتفاق على جميع التفاصيل وإعلان رحيل اللاعب عن النادي بعد حصوله على المستحقات المالية التي تم الاتفاق عليها. هذا وكان الوحدات قد تعاقد مع كارلوس في الموسم الماضي بعقد يمتد لعامين، لكنه لم يقنع الجماهير والمدير الفني للفريق. يستهل المنتخب الوطني للتايكواندو يوم غد الجمعة مشاركته في الجولة الثانية من بطولة الجائزة الكبرى والمصنفة من عيار الأربعة نجوم بنزال يلتقي فيه أحمد أبو غوش بنظيره ديلان تشيلاموتو. ويتطلع أبو غوش إلى تحقيق ثالث ميدالياته في بطولة الجائزة الكبرى. هذا ويمثل المنتخب الوطني في هذه الجولة كل من أحمد أبو غوش وجوليان الصادق وصالح الشرباتي وأنس الصادق. يذكر أن البطولة تتكون من 4 جولات تقام في كل من مدينة روما الإيطالية وتشيبا اليابانية وصوفيا البلغارية وموسكو الروسية بمشاركة أفضل 31 لاعبا مصنفين على مستوى العالم. تنطلق غدا الجمعة منافسات نصف نهائي كأس العالم لكرة السلة، إذ يلتقي المنتخب الإسباني بنظيره الأسترالي في اللقاء الأول، فيما يواجه منتخب الأرجنتين منتخب فرنسا. ويأمل المنتخب الإسباني في اللقاء الأول انتزاع بطاقة عبوره للنهائي ومواصلة مشواره نحو التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، فيما يسعى المنتخب الأسترالي لانتزاع بطاقة العبور للنهائي القاري للمرة الأولى. أعلن نادي ريال مدريد اليوم تعرض لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش لإصابة عضلية سيتغيب إثرها عن الملاعب. وقال النادي في بيان رسمي له نشره اليوم على موقعه الخاص على الإنترنت إن مودريتش تعرض لإصابة في عضلات فخذه الأيمن دون تحديد فترة غيابه. وبهذه الإصابة انضم مودريتش لقائمة مصابي النادي والتي تضم كل من إيسكو وأسنسيو. هذا ويلتقي ريال بنظيره ليفانتي يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني. أعلن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم تعاقده مع المدرب ألبرت ثيلادس ليقود الفريق خلفا لمارسيلينو غارسيا المقال. وبحسب ما أعلن النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، فإنه قد توصل لاتفاق مع ألبرت ثيلادس لكي يصبح مدربا للفريق حتى نهاية شهر حزيران لعام 2021. وكان فالنسيا أعلن عن إقالة مدربه مارسيلينو أمس الأربعاء بعد أن قاده الموسم الماضي لإحراز لقب كأس ملك إسبانيا والتأهل لدوري أبطال أوروبا. أعلن البريطاني أندي موراي مشاركته في بطولة شنغهاي للأساتذة الشهر المقبل. وأكد موراي الذي أجرى جراحة في الفخذ في وقت سابق من العام الحالي مشاركته في البطولة بعد غيابه عن الملاعب لثمانية أشهر لتعرضه لإصابة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في شهر كانون الثاني. ويأمل موراي بالظفر بلقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخه.